رغم خروجه من الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية، إلا أن أمل غريس يستحق فعلاً تسمية قاهر الكبار، تسمية أطلقها سكان دائرة غريس التابعة لولاية معسكر على فريقهم بعد إزاحته نادي شبيبة القبائل منشط نهائي النسخة الماضية. من دروك الفوق لي الماتش على كوب دالجيري صاي ها هذاك نديرو من نسيان ايسيو دو بريبارو تاعنا الشامبيون تاعنا باسكو حنا همنا الواحد سي بيان شامبيون. حنا عندنا بيتي اكسبيريونس في لا كوب دالجيري، فتنا تجنا بهذو لي تور، فتنا وصلنا حتى الكارت دو فينال باش يولي امل غريس يولي بارمي لي غون كلوب في لاجيري، فشنا لي موان. الماتش تاع هذه تاع جياسكا وين حنا ما كما قال لك لعبنا عادي كما طبقنا تعليمات المدرب، وين قالنا ما تلعبوش قالنا ايسيو باه ديفوندو الماكسيموم، وين قعدنا الحمد لله قعدنا ندافعوا وين قعدنا نخدموا بلي كونتر، والحمد لله ربي كما قال لك جاب نتيجه في هذا المباراه. حقيقه فريق شبيبة القبائل انا ما عرفتوش في على حسب المقابله اللي لعبناها، ربما راجع من التحضير كانوا لي جون تاعهم شويه لور ما لقاوش لي روبير ساس بو، مي شبيبة القبائل بقى شبيبة القبائل. احنا الفريق تاعنا نظن كسب بعض الثقه فيما يخص كاس الجزائر، وهذه عندها موسمين اللاعبين لما يلعبوا في الاقسام الصغرى يلعبوا في يلعبوا مع فريق تاع القسم الوطني الاول والثاني جينيرالمون تلقى عندهم واحد التحفيز يجي تلقائي وحده. احفاد الامير عبد القادر وقبل كل مباراه يتوجهون نحو شجره الدردره التي ما تزال شاهده على مبايعه الامير عبد القادر عام 1832 لتخفيف الضغط والتركيز اكثر. هذه الشجره تاع الدردره ما يخفاش عليكم هذه المنطقه تاريخيه اللي كان فيها الشجره تاع الامير عبد القادر. حنا نجيو هنايا باسكو هذه البلاصه ايزولي على لا فيلاج دو غريس، هي نجيو هنايا باش نريحوا نبعدوا على هذاك الضجيج. قبل الماتش بواحد ساعتين ولا نجيو نريحوا هنايا ونتأيتوا هنا ونريحوا قبل الماتش، نقعدوا الديفون نجبدوا على الماتش كيفاه نلعبوه كيفاه، ومن بعد يلتموا كاع الجماعه منا. دي فوا شعم خطره يكون عندنا واحد الضغط ولا مين نجو هنا ينقلع ذاك الضغط. تألق فريق أمل غريس في منافسة الكأس وإزاحته لشبيبة القبائل أحد المرشحين للتتويج لا يحجب النقائص والمشاكل المادية التي أثرت بشكل كبير على حصيلة النادي الذي ينشط في بطولة الموسم الحالي في المجموعة الغربية لقسم ما بين الرابطات. منذ سنة لم تدخل لخزينة الفريق ولا سنتيم، يعني من نوفمبر 2017 حتى اليوم انا هذا ما دخلتنا تا يعني تا اعانه ماليه. ما نقولوش يعني البلديه ولا الولايه ما عطاوناش، لكن كان عندنا مشكل تاع الاعتماد تاعي شويه تاخر، هذا السبب اللي خلى يعني الفريق يعني ما تنضخش لها الاموال في الخزينه تاعه. احنا يعني سيلنا الفريق هذا باموالنا الخاصه وبعض اموال يعني اصدقاء تاعنا اللي كاين سلفنا وكاين اللي عطانا هما مشكورين عليه، اللي سلفنا مشكور واللي عطي كما نقول صدق علينا مشكور على ذلك. هذا الفريق بين بلي كاين لاعبين وكاين شبان ينشطوا في مستوى على مستوى الجزائر العميقه، فيه يعني فيه شبيبه لازم ان شاء الله يكون نستغلوها كما يلزم ونعطوها الفرصه ونساعدوها ماديا ومعنويا. السي المختار رئيس الفريق طلب مني الإعانة، كان شوية الفريق في حالة كما نقولوا احنا كارثية، وقدمت له الإعانة كاملة ولقينا تسهيلات من طرف رئيس الدائرة رئيس البلدية الشرطة في الحق، والحمد لله احنا عملنا الفريق إلى مدى طويل. المناصرون ولاعبو الفريق القدامى بدورهم أبدوا استياءهم من الوضعية الصعبة التي يعيشها أمل غريس منذ سنوات، موجهين رسالة للسلطات المحلية لدعم الشبان الذين أثبتوا علو كعبهم أمام أكثر الفرق الجزائرية تتويجاً. نحن نطلب من السلطات المعنية تساعد هذه المدينة الصغيرة، راهي تعاني، الفريق راه مخصوص في عدة أمور، باغ إكزومبل خصهم دراهم،
سيبورتي المصابه حتى ونريحوا. مش عندنا استاد، مش عندنا استاد، على الاقل يزيدونا تريبين. هي مقبوله في الملعب والحبات دراهم، خاصها البيجي تعاون روحها، وخاصها الناس اللي مولوها. احنا لي زوتوريتي تاعنا راهم عارفين باللي في ما عندناش دور، وحنا ماذا بينا يعاونوا هذا الفريق، باسكو رانا في شحال من سبتوم رانا نتمشوا ولا فلس داخل الصندوق تاع غريس. فريق امل غريس في حاجه الى مساعده ماليه، مساعده ماليه ومساعده ماديه، مثل هذا الملعب اللي راه نورمالمون اللي جاتنا فريق كيما فريق جي اس كا، اللي نورمالمون ما قديناش به الضيوف، الضيوف اللي جاوا ما قديناش الاستقبال تاعهم، شويه جات بحشمه الاستقبال تاعهم. أمل غريس على غرار العديد من النوادي الناشطة في الأقسام السفلى يبقى يعاني التهميش واللامبالاة في انتظار التفاتة من السلطات الوصية أو من رجال المال للتخفيف من حجم معاناة إدارة النادي التي تعجز حتى عن تلبية أبسط متطلبات الفريق.